السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. بضبط فورينا اليوم وبيكون اخر مقطع هذا عن فورينا المنتخب، بحطه في الفريق المناسب، مع انه في هذا الحساب ما عندي شخصيات، يعني مثلا جين ما عندي جين، ما عندي بايزو، فبشوف حل لهذه المشكله. كمان الحساب منتف صراحه، ما فيه شخصيات، الشخصيه تهيل تعبي دم فريق كامل، ما عندي بس. ما في غير باربر هي الوحيده اللي ممكن تساعد فورينا، يعني هذا اهم شيء. لقيت الحل، كيف اظهر استاكات فورينا. في واحد الله يجزاه خير يعني ما قصر، كتب لي كومنت وقال لي تجي هنا تغير هذا الشيء. كان عندي اقل شيء، يعني اقل حاجه خلتها ميديم، ظهرت استاكات فورينا. ابغى اجربها في الدومين واشوف بالمره، اجمع رفكتات. ايش رايكم بهذا الفريق؟ صح يا ميكو 5 نجوم، بس ممكن تحط مكانها ليزا. طبعا هذه باربر منتفة، ما فيها يعني ما ضبطت فيها شيء صراحة. رفكتات 3 نجوم، حتى ما كملت لها، يعني ما هي مطورة. لف لها كم؟ 40. يعني ما ادري كيف اقدر افعل الاستاكات كلها. بجرب اشوف. باربرا ما هي مضبوطة، شوف قديش تفعل الاستاكات. الحين نشوف. طبعا دمه ما نقص، شوف في اول استاك اخذت، الثاني، لازم بقي الثالث لازم احول على باربرا واهجم بباربرا لما اخذ الثالث، بعدين احول لاي شخصية ثانية. لو كان دمهم ناقص نص او اقل من نص كل الفريق، ممكن تاخذ الاستاكات كلها. لو فعلت القرد تعبي دم الفريق كامل، اظن وقتها ناخذ الاستاكات كاملة. انا بتصل لكم لاني بفيدكم من ناحية تضبيط الشخصية. لو دحين صورت وانا افرم الارتفكتات وش يطلع لي، اصور لكم هذا هياخذ وقت طويل، فاختصر. طيرت الريزن وحظي اليوم صراحة سيء جدا، حتى ما في ولا قطعة حلوة. احلى قطعة جبتها الساعة ذيك اللي في اخر مقطع، هذه احلى قطعة جبتها. الحين بطورها واشوف حظي. من بدايتها استغفر الله، من بدايتها على طول الديفنس سعد. استغفر الله العظيم، شوفوا خلاص ما حتكلم، انا حقعد سعد. كريتريت حلو، في امل. شوف طيب، وصلنا 16 كريت ريت، حلو ممتاز. الحين لو زاد كريت دمج بس كده، يعني انا اكون راضي بنسبة 70%. نشوف اخرتها كم يصير كريت ريت عندي. الحين بطور الريشة، زاد فيها دفاع. اوكي نروح لقطعة ثانية فيها كريت ريت، هذي او اي شيء ابغى كريت دمج يزيد فيها. لما اطورها لفي الاربع نشوف ايش يظهر. حلو كريت دمج، خلاص باخذ القطعة. شايفين كيف تضبطوا الارفكتات بهالطريقة؟ تاخذوا مثلا ريشة يكون فيها 3 خصائص، يكون فيها كريت ريت، طوروها، شوفوا لو جا في كريت دمج خلاص تاخذ هذه الريشة تطوروها. لو طلع اي شيء ثاني ما عجبكم روح للقطعة الثانية. لا تحرقوا القطعة الذهبية من نفس النوع، بهالطريقة يعني ممكن تلاقوا شيء حلو. الحين الريشة عندي فيها كريت ريت وكريت دمج، كل القطع فيها ديفنس، ايش
والله حظ فورينا تدروا لو انا صممت اللعبه او انا صاحب شركه جنشن انا راح استغل هالشيء في صالحي. خليكم تعانوا مع تضبيط الرفتات كيف تضبطوها، يطلع لكم ديفنس، يطلع لكم شيء اللي ما تبغوه، خليكم تعانوا وفي النهايه اقول لكم علاجكم عندي، دواكم عندي، تعالوا في قطع احط لكم في المتجر تدفعوا $10 تتعدلوا اي قطع تبغوها، اي قطع تختاروا الخصائص اللي تبغوه تعدل لكم كل شيء. انا راح اكسب $10 على كل قطعه تتعدل. انتوا عاد احسبوا كم شخصيه هنا عندكم وكل قطعه تتعدل، حكسب من وراها فلوس ولا ما اكسب؟ يعني اذا انا طماع انا راح اسوي هذا الشيء. طيب اخليكم تدفع $10 عشان تعدلوا قطعه واحده وانا راح استفيد. ما سووا الشيء هذا جنشن ولا حلوا المشكله هذه، تركوها كذا زي ما هي. المشكله هذه موجوده، في ناس يعانوا، انا واحد منهم. يعني انا ابغى اضبط هوتاو مثلا، ابغى اضبطها تضبيط احترافي. تضبيط احترافي يعني تجيب على ارقام توصل 80,000 100,000 بتشارج اتاك. ما قدرت اوصل لهذه المرحله، ما قدرت اوصل لها، ما قدرت. تقريبا خسرت كل ارفكتاتي، تقريبا فرمت يمكن 4 شهور لين دحين ما في قطعه حلوه مناسبه لهوتاو. هذا الشيء يكره الناس في لعبه جنشن. المفروض هم يحلوا المشكله هذه، هذه المشكله بالذات اشوفها مشكله كبيره. الريزن 160 والحظ، حظ التفريم سيء، ما في حل. طيب ما في حدث تدبيل ارفكتات مثلا، حتى هذا ما في. كمان في حدث تدبيل الكتب، ما ادري ايش في مخهم. نفسي افهم انا اللي الف لعبه جنشن هذا ايش في مخه بالضبط، نفسي افهم. انا احاول افهم، هو انسان ذكي، هو انسان غبي، هو انسان ايش، هو انسان، نفسي افهم، هو انسان. هذا السؤال من جد اللي جاء في بالي، قلت هو كيفك؟ هو بلا صياح. خلاص ناخذ شهيق، نهيق، نهدي اعصابنا، ركز تفريم، نشوف كيف نضبط فورينا. دحين انا اعطيتها كوب اتش بي، ما لقيت كوب هايدرو فاديتها كوب اتش بي، يمشي الحال عادي. اذا ما عندهم كوب هايدرو اعطوها كوب اتش بي، انا عندي كوب اتش بي بنفس السيت. طيب الحمد لله قدرت اطور كل الارفكتات، التاج كريت ريت، الساعة اتش بي والكوب اتش بي. الحين بجربها واشوف، نشوف خصائصها كم صارت. كريت ريت 75، 120 كريت دم، حلو مع سلاح 3 نجوم، مو حلو بس يعني يمشي الحال. طيب ايش يصير لو عطيتها تاج كريت دمج؟ نشوف اجرب. شوف كم يصير كريت ريت، 44. ما ينفع، لازم يكون 60 اقل شيء، اقل شيء 60. ما ينفع، برجع تاج كريت. طيب الحين ابغى اخذ الاستاكات كاملة اكفورينا وادمج بالالمنت واشوف كم تجيب. باربرا منتفة، ما ادري اذا كان تقدر تجيب الاستاكات كاملة ولا لا. صراحة إذا جابت أعتبره إنجاز بالنسبة لي. باربرا منتفة، ما عندها سلاح مطور ولا عندها رفكتات كويسة. نشوف الحين كم استاك أجيب، أظن باقي 2. بهيل لين ما آخذ استاك. أوف 16، باقي 1. أيوه فول استاك، كده فول استاك. الوقت ضاع لأن الارت خلص. شوفوا مشكلة دحين، شوفوا الارت حق فورينا منتهي، يعني ما اقدر. هذه مشكلة لازم احلها. بس اهم شيء الوحش او الزعيم مات في وقت قصير. فورينا بسلاح 3 نجوم وباربرا نتفع على حالة بدون تفاعلات، بس بالالمنت قدرت تتخلص من الزعيم. انا ما توقعت اجيب الساكات كاملة بصراحة، انجاز بالنسبة لباربرا، انجاز لفورينا، قدرت تشيل الزعيم بالالمنت بسلاح 3 نجوم. وبس هذه اركونتكم المنتفة، كبرت صارت قوية. اول كيف كانت الحين كيف؟ شوفوا عندها تالنتات 8 8، يعني لو طورتها 10 كم اوصل؟ على رقم جبته 16,000 مع الاستاكات. ممكن لما اطور التالنتات ممكن اوصل 18 19,000، ممكن. زي ما شفتوا كريت دمج 120 والريت 75، بس انرجي ناقص عندي،
انرجي مفروض يكون عندي 170 180 شيء زي كذا عشان الالت يكون مفعل دائما بشكل متواصل. بس في مشكله واحده، مشكله الانرجي عندي ناقص. عشان احل هذه المشكله يبغالي احط معها شخصيه مائيه، يا تشايلد يحط معها يا لان سينشو اي شخصيه مائيه، لازم الالت يكون مفعل بشكل متواصل. بس والله اتمنى اكون افدتكم، اشوفكم على خير، في امان الله.